من جديد أعزائي المشاهدين نحييكم في بداية حلقة اليوم من تعظيم سلام. أعزائي المشاهدين، تواصل المبادرة الرئاسية حملة 100 يوم صحة في محافظة سوهاج تقديم خدماتها العلاجية والطبية للمواطنين. فتعالوا معنا أعزائي المشاهدين لنتعرف على أهم الخدمات الطبية التي تقدمها المبادرة الرئاسية لأهالينا في محافظة سوهاج في تعظيم سلام. أعزائي المشاهدين، ومن داخل مركز رعاية الطفل شرق بمحافظة سوهاج يسعدني أن ألتقي الدكتور مايكل وديد مدير الإدارة الصحية بمحافظة سوهاج. دكتور مايكل، بنرحب بحضرتك في بداية البرنامج. أهلا وسهلا، أهلا بقناة تمنى، ومنورنا ومشرفنا. شكرا دكتور مايكل. بأمانة يعني الإنسان بيفتخر بقيادة سياسية زي فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه من بداية مهام عمله أنه أولى اهتمام كبير بالقطاع الصحي، وخاصة إقليم جنوب الصعيد ومحافظات الصعيد اللي كانت محرومة بقالها كتير من الخدمات الصحية. المبادرات الرئاسية قبل ما ندخل في خدمات بتقدمها بتمثل إيه للمواطن هنا في محافظة سوهاج؟ لا، المبادرات الرئاسية بتمثل نقلة نوعية كبيرة في محافظة سوهاج. طبعا احنا كانت أول مبادرة رئاسية كانت فيروس سي، والإنجازات اللي احنا اتعملت في اكتشاف الحالات والعلاج ليها اللي يعني قربنا نوصل ان مصر ما فيهاش ولا حاله الفيروس سي. خدنا فتره كبيره بنعاني من فيروس سي، بنعاني منه طبعا وعواقبه، يعني هو فيروس سي اصاباته والاحتياج للحالات بعد كده. هو لولا طبعا المبادره الرئاسيه لكشف الاصابه بفيروس سي وبعد كده العلاج ليها عملت نقله نوعيه. دي كانت في 2016 و17 و18. بعد كده اولى سيادته اهتمام كبير بالمبادرات الرئاسيه اللي هي بتبتدي مع الطفل من مجرد ولادته، من اول التطعيمات الصفريه اللي هو مجرد ما بيتولد، مبادره السمعيات، ثم التطعيمات الروتينيه، ثم تطعيمات المدارس، ثم متابعه بعد كده في مراحل النمو. عندنا مبادره امراض مزمنه، ضغط او سكر، اصابه كلى، اصابه دهون، بعد كده عندنا متابعه الام والجنين واي امراض ممكن تتنقل للجنين عن طريق الحمل من امه. بعد كده عندنا مبادره كبار السن، عندنا ليها سنه لينا 6 شهور او 7 شهور كمان في مبادره الزواج، حاجه اكثر. ممكن حد من الساده المشاهدين يشوفنا دلوقتي يا دكتور يقول لك طيب ما الحاجات دي كانت موجوده قبل المبادره الرئاسيه، يعني احنا كنا بنكشف، ايه اللي ضافت المبادره الرئاسيه في الاقسام والتخصصات اللي حضرتك بتقولها؟ طيب ضافت حاجات كتيره، هنبتدي اهم حاجه منها مجانيه الكشف. تمام. وسرعه النتيجه وسرعه الاحاله لا قدر الله في حاله الظهور. بمعنى حضرتك ان لا قدر الله الحاله حصل ليها اشتباه، ان عندي مشكله في الكلى نتيجه تحليل وظائف الكلى، بيتعمل له تحليل وبتتكمل بقيه الفحوصات بتاعته في مستشفى العام، احتاج علاج بيطلع له قرار نفق الدوله مباشره. كل ده ممايكن، يعني ده اللي تم ممايكن. حاجه مثلا زي الامراض الوراثيه اللي بعد الجواز دي بنكتشفها عن طريق مبادره الزواج. السمعيات، انا عايز اقول لحضرتك ان احنا في عمليات زرع قوقعه تمت فعلا هنا في محافظه سوهاج عن طريق مبادره السمعيات. فيعني انا خدمه مجانيه سريعه ما كنا مفتقدينها طبعا. تمام. لما بدات حمله 100 مليون صحه الاول كانت شامله تخصصات معينه، مثلا اولها ابرزها كان القضاء على فيروس سي. تمام. شملت ايه المبادره كانت دلوقتي احنا بدات المبادره 100 يوم صحه. لمت كل المبادرات الرئاسيه، بدايه من زي ما قلت لمعاليك مبادره السمعيات، التطعيمات الروتينيه للاطفال وبعد كده للمدارس. يعني بتهتم بالطفل من يوم حتى اكبر سن اللي هو مبادره كبار السن. تمام. مرورا بالزواج، مرورا بالام والجنين، مرورا بكبار السن،
السن. ايه مبادره كبار السن دي؟ خاصه باللي فوق ال 65 سنه، بنتابع عضلات القلب، بنتابع وظائف الكبد، وظائف الكلى، متاح كمان ان هو بيتصل بالخط الساخن ويروح له الفريق لغايه البيت. فيها جزء ارشاد نفسي طبعا، ابائنا واخواتنا الكبار اللي هم كبار السن محتاجين جزء من التوعيه النفسيه ليهم، فده كل ده متاح في مبادره كبار السن بالنسبه لنا. اليات تنفيذ المبادره هنا داخل اداره سوهاج الصحيه يا دكتور بتنفذوها ازاي؟ هل في مراكز ثابته، مراكز متحركه، وحدات صحيه، مستشفيات؟ اليات التنفيذ تمام. طبعا زي ما قلت معاليك، هي المبادرات كلها، كل المبادرات مجانيه، مجرد البطاقه بتاعه الشخص بياخد بيها كل الخدمات عندنا. تمام. عندنا 27 مكان ثابت داخل مركز سوهاج فقط. مركز سوهاج فقط في 27 مكان ثابت، زائد فرق متحركه، زائد العربيات المتنقله، دي كانت خاصه بال100 يوم اللي هي بدات يوم 25/6، وبتعليمات طبعا فخامه الرئيس تم مدها مره اخرى، دي عربيات متنقله. بالاضافه ان احنا اي تجمع سواء حكومي او غير حكومي بنروح بنقدم الخدمات. العربيات المتنقله يا دكتور مايكل بتشتمل على ايه؟ محتوياتها؟ كل اوصف لنا السيارة او العربية. العربية فيها فريق كامل، فريق مدخل بيانات، 2 تمريض، طبيب، بحيث بيقدم بالاضافة طبعا لاجهزتهم، الاعتلال الكلوي، طبيب او طبيبة، مع الاثنين تمريض، مع مدخل بيانات، بحيث احتاج خدمات زي الفحص الثدي بالنسبة للمرأة، في اوضة موجودة للعربية خاصة بالكلام ده. الثدي المرئي، الفحص الثدي المرأة ممكن تحتاج طبيبة. ما هي طبيبة مرتبة طبيبة، احنا طبيبة بقول معليك. بالاضافة عندنا اجهزة السكر، اجهزة وظائف الكلى، اجهزة الدهون الثلاثية، في وجود اي حاجة بنعمل احالة مباشرة للمستشفيات العامة لو ثبت اي اصابة لا قدر الله. اهم المناطق اللي تم الوصول اليها من خلال السيارات المتنقلة تقريبا، احنا ما فيش قرية او نجا، يعني احنا متوزعين على 27 قرية عندنا. بالاضافة عملنا فرق في بعض المنشآت الحكومية زي الازهر، زي التأمينات والمعاشات، الكورنيش، منطقة الكورنيش، منطقة الاستاد وتجمعاتها. كان في برضو قافلة كبيرة في النوادي زي نادي القضاء، زي نادي، حتى الشخص اللي مش ظروفه ما تسمحش او مش عايز يجي عندنا في المنشآت الحكومية اللي تبعنا، احنا بنروح له لغاية عنده، بنقدم له خدمات. مجهود تشكروا عليه بأمان. لا يا فندم، ده واجبنا، والمهم يعني المواطن سواء السوهاجي او المواطن المصري ياخد الخدمه اللي بتوفرها له الدوله بشكل لائق بيه وشكل كويس ان شاء الله. حد هنا الكلام تمام وزي الفل ومجهود عظيم، يعني تستحق الشكر عليه. ايه اللي حققته المبادره او اداره السوهاج الصحيه من ارقام في خدمه الناس هنا دكتور؟ طيب انا الارقام هقول لحضرتك، الارقام بدايه من يوم 25/6 اللي هو ال 100 يوم، ال 25/6/23 بالظبط كده. احنا اشتغلنا 15638 حاله امراض مزمنه، اشتغلنا 23924 حالة صحة مرأة. كمان عايز انوه صحة المرأة، كان في عربية بتعمل أشعة ماموجرام، دي مفروض ليها قوائم انتظار وتكلفتها غالية، اتعملت مجاني، مجاني ومجرد كده. كام تقريبا كامل؟ مش عارف. الافات تكلفتها تعدي ال 2000 او الثلاثة كمان. تمام. اتعملت مجاني وبدون قوائم انتظار، وكانت العربيه واقفه هنا قدام باب الرعايه. تمام. كمان عندنا مبادره الام والجنين 2398 حاله، مبادره السمعيات 6166 حاله، مبادره الزواج 5115 حاله، مبادره كبار السن 140 حاله. تمام. دول خلال من يوم 25/6 لغايه النهارده. يعني وقت برضو يعني احنا الحمد لله. الحمد لله. دكتور مايكل، الناس بتستقبل الخدمات دي ازاي؟ لا الناس طبعا ما الاول بتبقى مستغربه شويه ان الخدمات دي كلها ومجانيه، لكن دلوقتي مع الدعايه بتاعتنا، مع الدعايه طبعا الاعلام مشكورا وتوجيهاته، لا الناس مبسوطه خالص بيها، الناس طبعا مرتاحه وبتقيم. في تعاون طبعا طبعا، لدرجه ان في بعض النجوع والقرب مثلا لما بيبقى كده العمده بيدعينا لو بعيده شويه عن الوحده، ان احنا بنروح لغايه عنده بنقدم الخدمات، بيفتح المنظره بتاعته وبنقدم الخدمات هناك. الاقبال
على المبادرات الرئاسية في داخل الإدارة الصحية، في إقبال كبير من المواطنين. حضرتك أعتقد يعني الأصدق الأرقام، أديك شايف معاليك الأرقام، لا أرقام كويسة، لا في طبعا إقبال من المواطن بالذات لما بيلاقي الخدمة متقدمة بشكل لائق وبشكل كويس. يعني مجرد ما حضرتك النهاردة بيجي ياخد خدمة، بعد كده مثلا بعد بياخد إحالة بيشوف المستوى اللي هو بيقابله، لا بيجيب ناس، يعني حالات كتيرة بتيجي مثلا واحدة بتلاقي الخدمة فبتجيب حماتها بتجيب مامتها، فده بيفرق معانا طبعا. الصورة النمطية اللي بياخدها عن الـ عن الـ المنشأة بتحفزه انه يجي طبعا طبعا. يعني هقول لحضرتك مثلا احنا العربية كمثال، العربية بتاعت الماموجرام بتاعت الأشعة العصبية أول يوم كان المعدل قليل، لما الناس جات مش متخيلة إن الأشعة اللي بتتعمل بألوف وبتتعمل بدور اتعملت مجرد ما وقفت الست، لا أنا عايز أقول لحضرتك إحنا كانت مفروض 5 أيام اتمدت لعشر أيام العربية هنا من الإقبال بتاع الناس عليها. تمام. المبادرة الرئاسية دي حملة 100 يوم صحة مستمرة معنا هنا بسؤال؟ مستمرة، كانت طبعا نهايتها 1 أكتوبر بس مع الأعداد فخامة الرئيس قرر مدها ل 100 يوم تانية. تمام. فاحنا كده مستمرين تاني ان شاء الله لغايه نهايه السنه. دكتور مايكر، التخصصات اللي ما شملتهاش المبادره الرئاسيه حمله 100 يوم صحه، ولا شملت الكل، ولا لا لسه في تخصصات تانية احنا ممكن نضيفها في مبادرات رئاسيه اخرى؟ لا هو باعتبار حضرتك كطبيب ومتخصص يعني. تمام يا فندم. لا هي كل يعني هو احنا فكره المبادرات ان انت بتقي من المرض. تمام. ده الاهم، فكره الوقايه. يعني انا النهارده لما هقدم هكتشف السمعيات قبل ما تحصل. تمام. اكتشف امراض الغده قبل ما تحصل. تمام. سوء التمثيل الغذائي قبل ما يحصل. هو الفكره عامه الوقايه خير من العلاج. تخصصات ايه تخصصات تاني ما شملتوش المبادره؟ لا مفيش حاجه يا فندم. ان هو حتى كملت التخصصات في المستشفيات. انهاء قوائم الاستقبال، يعني قوائم الانتظار. يعني احنا هنا مثلا كجزء وقائي اكتر شغلنا وقائي، اكتشاف الامراض ومحاولة منعها. لكن في استكمال لبقية المبادرة في المستشفيات في حتة تانية. في يعني ممكن يكون مثلا جاي مواطن بهدف انه يستفيد من الحملة، مش موجود التخصص ده عند حضرتك في الحملة، في انت بتبعته ريفير للمستشفى، احالة للمستشفى على طول. المبادرة غطت كل التخصصات يا فندم. طبعا طبعا. العظام العظام بمبادراتها بعملياتها بكله بيتم بمنتهى السرعة. يعني كانت تعليمات انهاء كل قوائم الانتظار من ضمن المبادرة الرئاسية، انهاء كل قوائم الانتظار. طبعا برضو احنا هنا في كمدرية بقى في خدمات مواطنين وفي جزء العلاجي بيكمل الجزء بتاعنا. يعني احنا اكتشفنا المرض او حالة محتاجة احالة واحنا مش تبعنا، بتتحول للمستشفى سواء مركز معلومات المدرية او العلاقات العامة في المدرية بتنهي اجراءاته بحيث ياخد بقية الخدمات اللي هو عايزها من المستشفى. تمام. التكاليف بتاعة المجان مجاني ولا مليم ولا مليم، حتى لو حتى حالات كبار السن اللي احنا بنروح لهم مجاني. حتى لو هيكون هيعمل عمليات معينه مثلا في الوحده بتبقى على نفقه الدوله يا فندم. المبادرات الرئاسيه كلها مجانيه. تمام. ده بيمثل ايه انت شايف بحضرتك المجان اللي بالخدمات الطبيه اللي بتقدموها في اطار المبادره الرئاسيه يا دكتور؟ ده بيمثل ايه؟ يعني انا ممكن تبقى شهادتي مجروحه شويه عشان انا تبع وزاره الصحه، لكن انت ايدك في المطبخ يا دكتور. طبعًا. احنا طبعًا. لازم نوصل للساده المشاهدين انه الدوله مش متخيله هذا الكم من المصاريف اللي بتتصرف. لا ارقام كبيره بتدفع. المواطن بياخد يعني احنا كلنا لو نفتكر فيروس سي كان عامل ايه في ابهاتنا وجدودنا، لو نفتكر اخواتنا الصغير اخواتنا الكبار شويه اللي عندهم حالات شلل الاطفال وعشان ما فيش متابعه تطعيمات. لو بقول لحضرتك عمليات الزرع القطاع، لا طبعا نقله نوعيه رهيبه. يكفي ان انت بتاخدها بشكل متحضر دلوقتي كمان فكره الميكنه وان كل حاجه متسيطر عليها، كل حاجه مميكنه داخله على سيستم، فتاريخك المرضي كله موجود مجرد ما بتدخل رقمك القومي. لا طبعا نقله نوعيه رائعه رائعه واكثر من رائعه طبعا. حضرتك مدير الاداره الصحيه في زهاج، بتتابع دكتور بتمر ولا احنا بنكتفي بتقارير في المهنة؟ لا طبعا يا لا طبعا طبعا شغلنا ميداني. ليه برضو؟ ان في حاجات قد يعني طبعا المجهود الاكثر والشكر الاكثر لاخواتي اللي في الارض اللي هو بيتعامل مع المواطن، لكن احنا دورنا طبعا كفريق اشراف سواء اداره او جهات اعلى كمديريه او وزاره يبقى في ارض الواقع ومع الناس. بتسهل له حاجات، بتسهل له عن طريق معارفك، عن طريق العلاقات، عن طريق بتسهل له طبعا حاجات. ايه ابرز المشاكل اللي بتواجهها حضرتك كمدير اداره فيما يخص عمل المبادره الرئاسيه؟ ابرزها أبرزها كانت الأول بعض الناس مش مقتنعة شوية بفكرة المجانية، وإني معلش أنا آسف في اللفظ هو أبو بلاش هيجي منه حاجة. لكن لما الأمور بدأت توضح للناس، لما بدينا
نقول له لا دي انت احتمال يكون عندك حاجه في السكر، طب روح تابع، طب ادي التحويل بتاعك في المستشفى. لا بدات تتحول، هو شاف نتائج ملموسه سواء ليه او لحد جنبيه ملموسه فاقتنع بيها. دي كانت برضو احنا شق الاعلامي عليكم مشكورين في دعمكم لينا. بعض الصفحات التواصل اللي معموله عندنا في الاداره او في المديريه ده حل جزء من الازمه. المكان او المواطن اللي ما تقدرش توصل له كحمله او كمبادره او كفريق صحي هنا في سوهاج؟ قلنا كل الاماكن. لا احنا وصلنا لكل الاماكن. ما انا بقول لحضرتك يعني احنا مثلا كاداره سوهاج بتكلم على سبعه، في ناس في الارياف في القرى مترامية الاطراف. فندم احنا 27 مكان 27 مكان شامل كل تقريبا كل قرى سوهاج ونجوح، بالاضافه للعربيات بتروح. يعني مثلا في وحدات نجوع من وحدات ام وصلنا لها. يعني في نجع اسمه مثلا كمثال نجع الخرارطه، ده نجع بعد العربيه ابو دهب في الجبل، نجع في قريه كمان، نجع من نجع في قريه. تمام. عشان بس الناس لما شفنا لا احنا قادرين نوصل لكل مواطن وكل مواطنه. العربيه بتوصل هناك او برضو بعض العمد وبعض مشايخ البلاد بيجي يقول لك عن طريق كمان عندنا بيوفروا لنا مكان، عندنا جزء اللي هو التسقيف الصحي او الرائدات الريفيات دول بيوصلوا لنا لكل مكان. فاحنا مثلا هنا في تجمع اسر، واحد من الاهالي هناك يتبرع بالمكان هنقعد فيه، احنا باجهزتنا بنتنقل بنقدم له الخدمات هناك. عشان احنا مش موجودين في مدينة ولا في المركز ولا في القرى الكبيره، بس يعني احنا بقول لك الثقافات بتختلف. يعني الثقافه في القريه او في النجع غير في المدينه، فهو هناك محتاج من حضرتك شغل اكتر وتوعيه اكتر وضغط اكتر في هذا المجال. طبعا يا فندم تاكيد لحضرتك، يعني انا باخد الرائده مثلا بتبقى من البلد. فدي بتسهل لي الدخول، بالاضافه هي بتكون ممهده لي هناك عنده الارضيه بتاعته ومثل الخدمات. تمام. انا بروح بفريقي بعد ما كان انا قعدت مثلا مع شيخ البلد او العمده او الراجل اللي هيستضيفني. الناس دي متعاونه معاك جدا جدا لما بيشعر بقيمه اللي بتقدمه يا فندم. ما انا بقول لحضرتك هي كانت المشكله يمكن في الاول شويه، دلوقتي مع التواصل مع الاستمراريه بقى الناس شافت الفايده بتاعت الكلام ده. لا العقليات طبعا اتغيرت كتير، بالاضافه بقول لمعاليك الرائدات اللي بيوصلوا لكل مكان بيفرقوا طبعا معانا. من خلال اشراف حضرتك ومرور حضرتك على المواقع او المراكز الخاصه بتنفيذ المبادره الرئاسيه حمله 100 يوم صحه، عدد الاقبال سيدات ولا رجال اكثر؟ لا السيدات اكثر، يعني هو السيدات اكثر شويه الصراحه. ليه برضو؟ خلينا نقول ان الست المصريه او الام المصريه معالي الرئيس موليها اهتمام كبير. واي حاجه الست المصريه اساس الاسره. هي الست بتيجي في مبادره الام والجنين، يبقى هي كده الست. مبادره صحه المراه اللي هو بتاع البريست كانس امراض الثدي خلت فكره وخلت دي كده. الست بتجيب حماتها بتجيب ابنها يطعم، فهتلاقي اقبال الست طبعا اكتر. يعني انت اكيد بتتعامل مع المواطنين وبتحتك بيهم وبتناقشوك في المواضيع. الرجاله احنا كرجاله متقبلها الفكره، لكن ظروف الحياه وظروف ضغط الشغل بتبقى الست اكثر اقبالا واكثر اهتماما باسرتها وبيتها. فهي يعني هي بتجيب حماتها وتيجي في كبار السن، هي بتيجي تكشف الام والجنين، هي بتجيب ابنها يطعم. فتظل الست المصريه هي اساس البيت واساس الاسره، واعتقد دي يعني من ضمن اولويات فخامه الرئيس وتوجيهاته ان الست اسمه عام المراه المصريه بالظبط كده يا فندم. فهي الاكثر اهتماما واكثر اقبالا على المبادرات. ما يختلفش حرص الست اللي في الريف او في النجع عن الست اللي في المدينه والحضر في حفاظها واهتمامها بصحتها وصحه اولادها؟ لا النهارده لا. يعني حضرتك النهارده مع التثقيف المستمر سواء عن طريق الرائدات عن طريق المثقفين، البرامج اللي بتنشرها الوزاره سواء على صفحات التواصل على القنوات التلفزيونيه ودعم الاعلام الممثل فيكم. لا طبعا يعني اللي في الريف زي المدينة الثقافة تختلف، لكن الاهتمام بالتطعيمات بصحتها بصحة الباقي لا نفس الاهتمام. تمام. رسالة لصاحب المبادرة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللي بيدي اهتمام كبير لصحة المواطنين وصحة المصريين،
على هذه المبادرة تقول له إيه؟ يعني ألف شكر يا سيادة الرئيس، يعني ربنا يقويك على اللي أنت فيه وتقدم أكتر وأكتر للبلد، وده كل الدعم ليك، وربنا يوفقك إن شاء الله وينصرك إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. الكوادر الطبية الممثلة في حضرتك والكادر الطبي المتعاون والكوادر مع حضرتك تقول لهم إيه؟ طبعا ربنا يجازيكم خير، دي أمانة في رقبتنا كلنا نوصلها للمواطن. الدولة قدمت اللي عليها كشق مادي او شق اجهزه وشق ادوات، دي امانه علينا نوصلها لاخواتنا في سوهاج وفي كل الاماكن ونفيدهم بالخدمات اللي موجوده اللي هم مستحقينها وضروري يوصلوا لها وضروري توصل لهم. اهالينا في سوهاج من طبيب ومتخصص ومسؤول عن تنفيذ مبادره رئاسيه هنا داخل محافظه سوهاج، تقول ايه لكل اهالي سوهاج اللي بيشوفنا؟ أماكننا مفتوحة، المبادرة موجودة في 27 مكان، المبادرة موجودة في عربيات متنقلة، المبادرة موجودة في كل مكان. لو سمحتوا تعالوا نورونا وتشرفونا، هتطمن على نفسك، انت مجرد نزولك وتشرفنا في أي مكان هتطمن على نفسك وهتطمن على أسرتك وهتطمن على صحتك. مبادرات ممتازة، أجهزة نتائجها عن تجربة فوق الممتازة، خدمات مجانية، وإن شاء الله نبقى عند حسن ظنكم وتاخدوا الخدمة بشكل لائق. تشتغل كم ساعة في اليوم يا دكتور مجدي؟ على قد ما ربنا يعين. ممكن تشتغل بالليل؟ طبعا يعني احنا المبادرات مبدئيا كده من 9 الصبح ل 9 بالليل، يعني عندنا 9 ل 3 في الوحدات، وفي وحدات بتشتغل من 9 الصبح ل 9 بالليل، بالاضافه ان العربيات بتشتغل ل 9 بالليل. فلا، وفي بعد كده هو برضو يعني احنا مكاتب الصحه عندنا شغاله 24 ساعه، الوحدات الصحيه شغاله 24 ساعه والمتابعات عليها. في اسره مع حضرتك؟ فين من ده كله؟ بيساعدوك ولا بيقول لك لا انت ده كتير؟ انت حملتنا نفس الصيدلانيه ونفس المجال. تمام. متقبله طبيعه العمل حضرتك؟ يعني الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. رساله للاسره والاولاد، يعني ربنا يعينكم عليا. ربنا يعينكم عليا وربنا يخليكم ليا. ربنا يخليهم لك دايما، ربنا يبارك ويخليك ليهم ولكل اهالي سوهاج. يعني مجهود كبير بامانه على الخدمه الطبيه والصحيه اللي واجب علينا، وربنا بس اللي يجازينا، ربنا يجعلنا عند حسن ظن الناس. الشعب المصري وابناء المصريين يستاهلوا اكتر من كده يا دكتور، يستحقوا كل الدعم وكل الخدمه الكبيره اللي انت شايفها. طبعا ويستاهلوا اكتر كمان. انا بقول لحضرتك احنا كان ينقصنا شويه فكره ان مبادرات تتقدم بشكل لائق وشكل، يعني مش فكره نربط الخدمه اللائقه بالمكان الخاص. احنا محتاجين توصل الرساله ان اماكن حكوميه عاديه تقدم خدمات بشكل لائق. اعتقد دي يعني كانت من اهم توجيهات فخامه الرئيس ومن توجيهات معالي الوزير ومعالي المحافظ هنا الاهتمام بالقصه دي. تمام. لو قلت لحضرتك في نهايه الحلقه أوصف المبادرة الرئاسية حملة 100 يوم صحة في جملة، يعني مثلا الحملة المبادرة الرئاسية حملة 100 يوم صحة إنجاز حقيقي على أرض الواقع، أوصفها لي في 3-4 جمل كده المبادرة الرئاسية نختم بها الحلقة معها. يعني إنجاز رائع يتحسب لو قلنا فخامة الرئيس. طبعا عمل إنجازات ضخمة كتيرة في البلد في كل المجالات، لكن لو هذا الإنجاز فقط أنا أعتبره إنجاز رائع لسنين وسنين ولقرون، إني أنت نقلت الصحة في مصر نقلة نوعية. بمعنى أنا عندي قاعدة بيانات محترمة، قاعدة بيانات مش شخصية، بيانات صحية للناس، بالإضافة لخدمات رائعة وبشكل لائق وشكل مجاني. يعني أنا هاخد من لسان حضرتك الكلمات إنه المبادرة الرئاسية مبادرة رائعة نقلت الصحة في مصر نقلة نوعية لقرون وعقود للامام ان شاء الله. احنا اسسنا صحه طبعا وده استثمار. على فكره الاستثمار في البشر يزيد اهميه عن الاستثمار في الحجر. يعني هو فخامه الرئيس في المبادره دي استثمر في البشر. لما حضرتك بتستثمر في الطفل اللي هو زيرو يوم الى الكهل اللي هو ما شاء الله هيديك انتاج كويس. طبعا يا فندم. دكتور مايكل وديد انا بشكر حضرتك. انا اللي سعيد. وتعظيم سلام على الخدمه الكبيره وكل الشكر للاعلام وقناه تمنى على دعمكم وتشجيعكم لي. شكرا. دايما معاك ان شاء الله. اعزائي المشاهدين اشكر باسم حضراتكم ضيف حلقه البرنامج الدكتور مايكل وديد مدير اداره سوهاج الصحيه، والشكر موصول ايضا لحضراتكم اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، على أمل أن يتجدد بنا اللقاء في حلقة جديدة قادمة. وتعظيم سلام.